مساء الخير يا شباب، النهارده هناخد لسن 4 بين 3 اللي هي the median في ال statistics اللي هي ايه. بنكمل موضوع المين والcumulative frequency tables والايه الشابتر بتاع ال statistics. بس بليز اعمل سبسكرايب في القناه عشان يجي لك كل جديد بينزل في القناه زي الامتحانات والشابترز والاكسرسايزز كله. تمام. الميديان في اي حته في الدنيا هو the middle value of a set of numbers arranged ascendingly or descendingly. يعني انت عندك لو عندك set of numbers arranged ascendingly or descendingly the middle value هو المين. يعني مثال هنا لو عندك ال set of values دي 42 و 23 و 17 و 30 و 20 هتعمل لهم arrange ascendingly، يبقى 23 ده الرقم في النص هو الميديان. طيب ده لو الكلام ده ايه odd number of ايه set of odd numbers. تمام. طيب لكن لو values is ايه is even number، تمام، ما فيش بقى رقم في النص، هتاخد اللي هت arrange them ascendingly وتاخد الاثنين في النص وتجمعهم وتقسمهم على يبقى ده الميديان. طيب فلنفترض ان هو مش مديك ست فاليوز ومديك فريكونسي ست تيبل زي اللي احنا متعودين عليه. هتجيب الميديان ازاي بتاعت الست دي؟ هنعمل اللي هو هنعمل جراف للاسندنج كوميوليتيف فريكونسي تيبل او سواء اسندنجلي او ديسندنجلي، وبعدين نجيب حاجه اسمها ذا اوردر اوف ميديان. الاوردر اوف ميديان ده اللي هو ذا توتال فريكونسي على اثنين، او ان الفريكونسي هو ذا نمبر اوف وركرز او نمبر اوف ستودنتس او نمبر اوف يعني النمبر اوف السامبل سبيس اللي عندنا. تمام. بعدين بتدرماين ذا بوينت ويتش ريبريزنت ذا توتال ميديان دي او الاوردر اوف فريكونس الاوردر اوف ميديان على الفيرتيكال اكسس، وتمشي بخط ايه هوريزونت لغايه ما يخبط في الكيرف وتنزل تحت خط فيرتيكال الرقم اللي هتديه ده هو ايه الميديان. ناخد مثال عشان نفهم. ناخد مثال دلوقتي المثال اهو بيقول لك the following table shows the frequency distribution marks of 50 students in the mass exam. find the median mark of the students. يبقى اول خطوه هنرسم ال ascendingly cumulative frequency curve او descendingly frequency accumulative curve زي الطريقه اللي اتعلمناها قبل كده، وبعد كده نجيب الميديان اللي هو الفريكونسي الميديان اوردر اللي هو النمبر اوف فريكونسي على 2 ونخش بيه بالجدول ونطلع منه الميديان. طيب احنا هنشتغل بالايه؟ بالاسندنج اوردر عشان ايه دي اللي ايه اللي اسهل شويه يعني. تمام. كنا بنعمل ايه نفتكر مع بعض عشان نجيب الاسندنج فريكونسي كوميوليتيف كيرف؟ بنشتغل كده، بنقول احنا دلوقتي عندنا ست اوف ماركس 0 او اكتر لغايه 10 تو 10 او اكتر 10 داش لغايه 10 او اكتر لغايه 25 اند سو اون لغايه 50 او اكتر. تمام. فاحنا كنا بنقول كده less than 0 بايه؟ ب 0 less than 10 10 دي هي الست الثانيه خلاص بكام؟ ب 2 less than 20 اللي هي كام؟ 5 plus 2 10 less than 30 ب 2 plus 5 7 دي كده 15. تمام. less than 40 less than 40 كان بقى 19 plus 8 هتبقى 27. انا هسيب الكمبيوتر عشان ما اتلخبطش. 19 plus 8 plus 5 plus 2 يبقى 34. اوكي. بعدين نجمع برضو هتبقى ايه اللي هي 14 plus 34 14 plus 34 بتساوي 48. اوكي خلاص. اخر واحده اللي هي less than 50 هتبقى ايه 50. اوكي. يبقى هنقدر نجمع بقى ايه ال نعمل الجدول بتاعنا اللي هو upper boundary limit boundary limit اللي هم مين؟ ال 0 داش ال 10 داش ال 20 داش ال 30 داش ال 40 داش دي الابر ليميتس. اوكي. 50 داش ها طلعنا الارقام عند ال 0 ده هتبقى ايه 0، عند ال 10 داش تبقى 10، عند ال 20 داش اللي هي 10، عند ال 30 داش 15، عند ال 40 داش 34، عند ال 50 داش 48. تمام. من 50 ل 60 بقى اخر ست بتبقى ايه اللي هي 50 اخر حاجه خلاص. تمام. اللي هي ايه الجري يعني ايه زي ما بتقول يعني اخر واحده دي اللي هي تعتبر ايه less than A60. اوكي.
خلاص يبقى احنا كده عملنا الجدول بتاعنا، هنقدر نرسمه ولا لا؟ اه نقدر نرسمه عادي جدا. اهو انا بس بحضر الرسمه الثانيه. انا عملت الجدول اهو على جنب عشان خاطر شباب ثانيه واحده. ادي الجدول اهو، بس الويندو مش عايزة تكبر، بس معلش يا جماعة ثانية واحدة. طب انا خلاص عملت كده تمام، انا جبت كده، جبت الجدول هنا خلاص. يبقى ايه، هقدر ايه ابتدي ارسم الكيرف بتاعي. احنا قلنا دايما هتبقى النمبر اوف سيتس على الهوريزونتال اكسس، اللي هي السيتس هتبقى على الهوريزونتال اكسس او الاكس اكسس، والفريكوانسي او عدد الستودنتس او عدد الوركرز او السامبل سبيد على الايه الفيرتيكال اكسس. تمام، فاحنا ايه ممكن نشد خط كده اهو، ادي ايه الفيرتيكال اكسس بتاعنا. هنجيب بقى كده ال ده، يبقى ده ايه هنا؟ ده الفريكونسي. الفريكونسي ما تتخضش من الاسم، اللي هي النمبر اوف ستودنتس، ماشي؟ ما تتخضش من الاسم خالص، انا يعني هتلخبط. هو النمبر اوف ستودنتس، وهنا السيتس اللي هي ايه؟ رينج الدرجات 0 داش 10 داش اند سو اون. تمام؟ ف احنا هنا عندنا ال هنبتدي بقى ناخد الارقام بتاعتنا. احنا قلنا ايه الستودنتس عندنا من 0 ل 50، فممكن نمشي ايه عشرات مثلا 10 20 30 40 50، ماشي نمشي عشرات. بس ايه خط متفقين شويه كده، ايه 10 20 30 40 50. تمام، في السيتس بقى السيتس عندك 0 10 20 30 40 50 60. اوكي تمام، هناخد نبتدي بقى نبلوت البوينتس دي. less than 0 في اول 0 0 اهي. تمام، تاني بوينت 10 و2. طب الاثنين ده نفس القصه اللي احنا ايه عملناها قبل كده. احنا دلوقتي عايزين نعرف الاثنين قد ايه من الحته دي. احنا عندنا هنا ايه كام مربع؟ 1 2 3 4 5 6، 6 مربعات فيها 10 ستودنتس. طب انت عايز 2 ستودنتس، سوري انا اسف، 2 ستودنتس، يبقى هتعمل كروس مالتيبلكيشن. كروس مالتيبلكيشن 2 في 6، 2 في 6 divided by 10 يعني ايه؟ divided by 10 اللي هو 1.2، يعني هنطلع كده 1.2 من هنا. ايه تاخد بقى خط كده بلون تاني، خط خفيف، ادي 1 و 2 هنا تقريبا اهو 1.2 كده. ده ايه ال 2 هنا، ده 2 عند كام؟ عند ال 10. يبقى ايه ناخد دي النقطة التانية اهي. طيب النقطة التالتة 7، طيب 7 برضو هنعملها بالكروس مالتيبلكيشن. ها هنحط ال 7 ايه هنا، انا بعملها واحده واحده بس عشان ايه. طبعا انت في الجراف بيبر اللي عندك هتبقى ايه، انا معيش دي 6 بس في الجراف بيبر اللي عندك هتبقى 5 5، هيبقى كل 5 ب 10. فتقعد تعمل كروس مالتيبلكيشن عشان تعرف تعمل بلوتنج ازاي، عشان بس ال 5 تبقى اسهل شويه. معلش الرسمه دي 6 مش كويسه قوي يعني. 7 ستودنتس هتبقى كام؟ هتبقى 7 في 6 ديفايد باي 10 اللي هي 4.2. طيب هتجيب بقى ايه الخط بتاعك احمر 4.2، ادي 1 2 3 4 واحد بالشبه كده يعني. تمام، عند كام؟ عند 20. يبقى انا ادي البوينت دي الثاني الثالثة بقى. تمام، طيب عندنا 15. طيب 15 على طول بقى مش محتاج احسب 15، هتبقى في نص السكة بين 10 وايه
10 و20 هيبقى ايه ال 15 اهي. خلاص ماشي مع ال 30. اوكي ادي البوينت الرابعه 34. طيب 34 هتبقى فوق ال 34. طب ال 4 دي كام من الستة؟ بتمثل كام من الستة؟ ادي 4 اهي، يبقى هتعمل ايه؟ 4 في 6 ديفايدد باي 10 اللي هي ايه؟ 2.4. يبقى انت عايز 34، يبقى تطلع فوق ال 4 بكام؟ بايه؟ فوق ال 30 بايه؟ ب 2.4. ادي 1 2 وحته قريبه من النص كده، يبقى دي ايه؟ 2.4. يعني ايه؟ بالايه؟ بالشبه يعني، مش لازم دقيق قوي. دي عند الكام؟ عند ال 40. اهو ال 40 اهو. تمام؟ يبقى دي النقطه الخامسه. تمام. عند ال 50 48. طيب ال 48 يعني هنطلع من هنا ايه؟ 8. طيب ال 8 من ال 8 من ال 6 كام؟ انا عايزك تحل زي بالظبط عشان ما تتلخبطش. 8 في 6 ديفايد باي 10 ب 4.8، يبقى انت هتطلع من ايه؟ عند ال 40 4.8. تاخد كده اهو 1 2 3 4 و8 قريبة من الايه؟ من ال 4.9 شوية. تمام؟ دي عند الكام؟ ال 50 او ال 50 اهو. خلاص؟ يبقى انا كده ايه؟ طبعا انت هتحل كده بالمسطرة وبالسكيل وكل حاجة في الورقة. اخر نقطة less than 60 عندها ايه؟ 50. خلاص ادي اهو ال 60 اهي. الاخيره معايا اقدر كده ايه؟ اوصل الكيرف ويكون ايه؟ حصلت على الاسندنج كيوميوليتيف فريكونسي كيرف. هنعمل الكيرف طبعا انت ايه بالقلم الرصاص في الامتحان بقى ايه؟ انا عايز بس اجيب لون كويس كده، مش عارف في كيرف يجمعهم مع بعض ولا ايه، بس انا بصراحه ده ممل جدا. يعني في بقى التاني نوصل ده كده بيه. مش مشكلة يا جماعة، مش هنيه تجاوزا كده، هنيه مشي حاله. بس انت كده كده في الامتحان هتوصلهم يعني، مش فريلي كده بإيدك يعني، مش حاجة معينة يعني. تمام؟
المهم يعني ايه المفروض بيبقى عامل كده. المهم ده ايه الكيرف بتاعي الاسندنج كوميوليتيف ايه كيرف. تمام، احنا خطوه احنا عايزين الميديان، فاحنا هنجيب حاجه اسمها ايه الميديان اوردر، اللي هو ايه عارفينه خدناه في الحصه، اللي هو ايه الميديان اوردر، ميديان اوردر بتساوي 50 على 2 بتساوي 20، يبقى لو 25 عجبونا نادي 25 اهي. تمام، تاخد خط هوريزونتال كام مربع، 1 2 3، دي ده النص بالظبط 35، هي بعديها مثلا ايه 3 مربعات 3.2 3.2 by 6 اللي هي 5.33، يعني هيطلع الرقم ده تقريبا ايه هيطلع الرقم ده تقريبا 35.5. طبعا ايه 35.5 ده المين. طبعا المين ممكن يبقى رقم، لا المين ما ينفعش يبقى رقم ديسيمال، فهنقربه لاقرب حاجه اللي هو هيبقى ايه 36 يبقى سوري انا اسف، الميديان الميديان هنقربه لاقرب رقم اللي هو ايه 36. تاني انت بتجيب الحته دي ازاي؟ خلاص هو سقط هنا. طيب والله لو انت كان سقط في النص بالظبط هيبقى 35، والله بعد النص يعني ايه 3 مربعات وحته، 3 مربعات وحته اللي هي تقريبا 3.2، هتروح في الايه انت عندك الست مربعات يمثلوا 10 ايه 10 درجات، فانت 10 ماركس يعني، ما احنا 6 اللي هي الماركس خلاص، فهتعمل كروس مالتيبيكيشن تطلع لك ايه طلعت لك حوالي 5.333، يعني تقريبا ايه 35 كانها ايه 5.5، يعني 5.5 لما تتجمعها على 30 بلس ايه 5.5 هتديك ايه 35 ايه 5.5 كانها ايه 36. يبقى الميديان بتاع مجموعه الدرجات الستودنتس اللي هي موجوده في الفريكونسي تيبل هو ايه 36، يعني انت كانك مسكت الدرجات الستودنت ماركس، كانك مسكت الستودنت ماركس اللي هي موجوده كلها، اللي هي مش موجود اللي هو مش مديلك المساله، هو مديك الايه الفريكونسي سيت، كانك مسكتها وعملت لها رتبتها اسندنج اوردر وجبت الرقم اللي في النص هو ده 36. بس انت بس هو طبعا في المساله مش مديك الارقام كلها، مديك ايه فريكونسي سيتس، مديك كل في كل ست درجات فيها كام ايه طالب، مش مديك كل طالب جاب كام بالظبط. فانت من خلال المعلومات دي ومن خلال الكيرف قدرت تجيب الميديان بتاع الفريكوانسي سيت بتاعت الطلبه ديت. يبقى انت كده ايه الميديان بتاع درجات الطلاب دي 36 ماركس. اوكي تمام، نكمل ناخد مساله كمان. يبقى احنا كده خلصنا ايه اول مساله، ناخد مساله ثانيه كويسه على ايه ال او مديك مش مديك اساسا دي ماركس ولا ويجز ولا اي حاجه، مديك بس في سيتس وكده، وبيقول لك فايند ايه مديك الفريكوانسي تيبل سيتس و مديك الفريكوانسي ديستريبيوشن على السيتس دي، وبيقول لك فايند ايه ميديا، بيقول لك يوزنج ذا اسندنج اور ديسندنج كوميوليتيف فريكوانسي كيرف فايند ميديان اوف ذا فولوينج فريكوانسي ديستريبيوشن. خلاص يبقى اول حاجه هنجيب الايه اسندنج كوميوليتيف فريكوانسي كيرف ازاي بنظريه الايه الليس دان دي. تمام، يبقى احنا اول حاجه عندنا اللي هي ايه ليس ذان 4 ماركس، هو مش مديك دي ماركس ولا اي حاجه، ليس ذان 4 وخلاص ايه 0. طيب less than 8 بكام؟ ب 2. less than less than 4 ب 2. less than 8 بكام؟ ب 6. اوكي less than
انا less than 8 طب less than 12 6 less than 16 تمام 2 plus 4 6 plus 8 4 plus 8 يبقى 14 اوكي طيب less than 20 هيبقى كام 6 plus 8 14 او على طول 6 اللي هو 20 على طول تمام و less than 30 بقى هتبقى ايه كلهم 24 كويس يبقى احنا عندنا ايه عندنا بقى الجدول بتاعنا على طول ايه هتبقى ايه اللي هو الابر باوندري اهو الابر باوندري ابر باوندري بتاعنا 4 داش هتبقى قصاده ايه زيرو مفيش يعني تمام ال 8 داش قصادها كام 2 يعني 8 داش قصادها 2 ال 12 داش قصادها 6 ال 16 داش قصادها 14 ال 20 داش قصادها 20 ال 20 طبعا احنا ماشيين اربعات فلو راتب 24 داش قصادها ايه 24 خلاص هناخد الجدول ده ونعمله بلوتنج زي ما عملنا في الرسمه اللي فاتت تمام او طبعا عارفين ان السيتس بتبقى على الهوريزونتال اكسس والفريكوانسي او عدد الطلاب او الارقام اللي عندك او سم على الايه الفيرتيكال اكسس اوكي الفيرتيكال اكسس اللي بيبقى عليه الفريكوانسي وادي الهوريزونتال اكسس اللي عليه السيتس اوكي ده كده ايه الفريكوانسي اللي هي عدد الطلاب عدد الكاستم عدد الامبلويز وات ايفر وهنا عندك الايه السيتس بتاعتك تمام طيب انت عندك دلوقتي ايه السيتس عدد السيتس عندك ايه ماشي اربعه فممكن نمشيها ايه اربعات برضو ادي السيتس هيبقى ايه 0 4 8 12 16 20 24 تمام اوكي عدد الفريكوانسي ماشيه 2 4 8 يعني لا احنا هناخد بقى دي يعني هنشتغل على دول اللي احنا ايه المجموع الكوميوليتيف المجموع بتاع 0 2 6 14 20 24 فنقدر ممكن نمشيه برضو اربعات عشان يبقى ايه فيتنج معانا كويس تمام فاحنا ماشيين لو مشيناها ايه اربعات يعني كده ايه احنا اخرنا كام 24 صح يبقى 4 8 12 16 20 حلو دي كويس بس انا عايز اخد شويه 4 8 12 16 20 24 خلاص هنبتدي نعمل ايه بلوتنج لواحده واحده من على الجدول اللي احنا جبناه طيب يبقى اول حاجة عندنا اللي هي عند الفور او اللي هي less than four هتبقى ايه زيرو تمام less than four هتبقى زيرو يبقى ناخد ايه اول واحدة هنا ايه اول نقطة معانا طيب تاني نقطة اللي هي less than eight هتبقى two less than eight اللي هي عند الايت يعني اوكي هتبقى two طيب 2 هتبقى في النص بالظبط يبقى ناخد ايه كده 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 تمام عند الايه اهو
بوينت. طيب عند ال 12 6 اوكي. طيب ال 6 هتبقى يعني ميد بوينت ما بين ال 8 ال 4 وال 8 بالظبط صح كده؟ يبقى هتبقى ايه كده؟ ايه ده؟ اه انا عملت ماشي مش مشكلة. طيب النقطة اللي وراها عند ال فور عند ال 16 هتبقى 14. ال 16 14. طيب ال 14 هتبقى ايه؟ ما بين ايه؟ ال ميد بوينت ما بين ال 12 وال 16 بالظبط. يبقى ناخد دي اوكي. بعدين عند ال 20 تبقى ب 20 طبعا. عند 20 20 و 24 24 دي صدفه مش اكتر يعني، مش شرط. عند 20 ب 20 وعند ال 24 ب 24 خلاص. هتقدر توصلهم ولا لا؟ اه هتقدر، بس انا شكلي ايه مش هقدر الصراحه. ايه ده؟ دي سخيفه جدا. بعرف اعملها. اوكي بتدوس في الاخر اهو ماشي تمام. وبعدين ايه هتوصل دي كده اهو. بعد خالص تمام كده. ايه عملنا ال ascending frequency commutative curve. انا احنا عايزين نجيب الميديان. هنجيب الميديان ازاي؟ بالطريقه بتاعتنا اللي هو نجيب الفريكونسي اور فريكونسي اور سوري الميديان اوردر. ميديان اوردر اللي هو ايه؟ فريكونسي على ايه؟ 2 بتساوي ايه؟ 24 على 2. إيه طبعا فريكونسي اللي هو ايه؟ الصم التوتال فريكونسي يعني التوتال فريكونسي على 2 اللي هو 12 تمام. هتيجي عند 12 هنا اهو. 12 هي ظاهره ما فيش اي مشكله. الكيرف ده سلس يعني مش صعب تمام. النقطة دي كأنك ايه؟ خمس مربعات. طب احنا عارفين ان ايه؟ عايزين بقى نعرف الرقم بالظبط. احنا عارفين ان الايه المجموعة دي او من هنا لهنا كام؟ ست ايه؟ مربعات. فيهم كام؟ كام درجة؟ أربعة تمام؟ طيب أنت دلوقتي عندك ايه؟
كام مربع نزل لك عند المربع الخامس؟ 5. يبقى كام درجة موجودة من ال 12؟ 5. الكروس ما بتجريش، 5 في 4 تبقى 6، اللي هي 3.333 3.333. يعني انت كأنك كده ضفت على دي ايه 3.33. يعني النقطة دي كام؟ 12 بلس 3.33 اللي هي ايه 15.33. يبقى على طول الميديان احنا قلنا ايه بنقربه لاقرب ايه رقم على اساس ده ميديان مجموعه من الايه الدرجات بتبقى، يعني فاهمني ازاي؟ عاده بيبقى يا اما ونص يا اما ايه انتجر على طول. فاحنا بناخد الانتجر اللي وراها على طول اللي هو بيبقى 16، او ممكن ناخد 15.5 مفيش مشكلة. الميديم بيبقى ايه اللي هناخد ايه ال 15.5 على اساس ده الميديم بتاع مجموعة من الدرجات. فانت ممكن طالب او يعني مجموعة درجات او ويجز او وات ايفر، فممكن يبقى رقم بالديسيمال مفيش مشكلة، فهيطلع ايه ابروكسيمتلي 15.5. يبقى انت دلوقتي معنى 15.5 ده ايه؟ ده الميديم بتاع مجموعة الايه السيتس اللي موجوده، او الميديم بتاع مجموعه السيتس الموجوده اللي هو انت مش عارفها اندفيدوال، انت عارف رنجات بينها، بس انت من خلال الرنجات دي وخلال الكيرف ده قدرت تجيب ايه الميديم. يعني معنى معنى الرقم ده ايه؟ كانك عندك الاربعه والثمانيه وال 12 دول متفصصين جوه كل واحد من دول، او نعتبرهم ستودنتس جاب ايه كام رقم. يعني عندك اربعه، احنا عندنا الفريكونسي كام؟ 24. فانت كانك عندك 24 ستودنت ب 24 درجه، رتبتهم اسندنجلي او ديسندنجلي، وجبت الرقم اللي في النص او الرقمين اللي في النص وقسمتهم على 2 طلع لك ال 15.5. بس هو مش مديك كل ايه كل انديفيدوال جايب كام، لا هو مديك ايه سيتس، مديك ايه فريكونسي لكل سيت. فبالتالي من خلال الفريكونسي لكل سيت دي رسمت الكيرف وجبت الميديان اوردر اللي هو الفريكونسي، رسمته على 2 ودخلت بالكيرف ونزلت وطلعت ايه بالايه بالميديان اللي هو 15.5. يبقى انت كده في الاخر هتقول الميديان هو 15.5. كده انا خلصت السيشن بتاع الميديان. يا رب تكونوا فهمتوا السيشن كويس، و واي يعني اي استفسار اي حاجه يا ريت تبعتوا لي واتساب على طول، مفيش اي مشكله. ولو عجبك الفيديو وحاسس ان هو انت فهمت منه الميديانز والاستاتستكس، اعمل سبسكرايب للقناه واعمل ايه شير للحلقه عشان كده انك تستفيد. واشوفكم على خير ان شاء الله، مستر احمد طارق، سلام عليكم.